المنطقة رايحة للجحيم بسبب عودة جو بايدن للاتفاق النووي. عودة جو بايدن أخي العزيز تعني تزويد إيران بمئات المليارات من الأموال الإيرانية المحتجزة. هذه العودة للاتفاق النووي، السماح لإيران بالاستفادة من القنوات المالية الدولية، هذا يعني أنها تستطيع أن تحصل على قروض. لاحظ إيران ما راح تصير دولة مزدهرة، ليش؟ لأن هم على مدى 40 سنة ما كانوا عندهم عقوبات وما كانوا مزدهرين. تقول لي ليش مرة أخرى؟ أقول لك لأنه الفلوس هذه كانت تروح لدعم تنظيمات الإرهاب في المنطقة، دعم ميليشيات وتدخلات وتدخلات بالخارج وحروب ونزاعات وحروب أهلية، ويعني هاي القصة. هذا اللي حصل أصلاً. إيران لم تفعل بالمنطقة، هيو أنت شايف، يعني مش أنا اللي أقول، هيو اللي أنت شايفه. شو شايف في سوريا؟ شو شايف في سوريا؟ 20 مليون إنسان تهجر من البلد. البلد أصبح خرابة، عملية خرابة، كأنك ألقيت عليه 20 قنبلة نووية. يحتاج إلى إعادة البناء، يحتاج إلى 400 مليار دولار حتى ترجع مثل ما كان. هذا بسبب من؟ بسبب الدور الإيراني. لبنان بسبب من؟ الشعب اللبناني ميت من الجوع. بسبب من؟ الإفلاس اللي في لبنان. بسبب من؟ بسبب الدور الإيراني في لبنان. اليمن بسبب من؟ يعني في باليمن بالمناسبة الكل يعرف كان هناك مخرجات للحوار الوطني وقع عليها الحوثي، وقعوا عليها بالسعودية، ووافقوا على إعادة بناء الدولة توافقوا كل اليمنيين توافقوا على إعادة بناء الدولة على أساس ديمقراطي وإلى آخره. طيب. شو عملوا الحوثي؟ شو اللي عملوا؟ راحوا عملوا انقلاب واستولوا على السلطة بالقوة. ليش؟ لأنه إيران قالت روحوا أخذوا الدولة.